لك اهدي اهدي بقى، والله زاغ نظري. لسه رايحة جاية مثل ديك الحباش. لك شلون بدي اهدى؟ مسعود هلأ بده يجي، شو بدي قلهم مشان المصاري؟ لك يجي اهلا وسهلا، محلولة محلولة وحياتك محلولة. وشلون محلولة؟ شلون محلولة؟ انا طلعت كذابة قدام اخي. لك عندي اجا مسعود، اجا مسعود. شو حتعمل؟ الله يستر. السلام عليكم. اهلين وسهلين. اهلين مسعود، شرف حبيب، شرف. شلونك انتي؟ اهلين، تقبرني. اهلين وسهلين. تفضل. يا رب. يا ميت اهلا وسهلا. اهلين وسهلين. قومي قومي اعملي شاي لاخوك. لا والله ما في داعي، مستعجل كثير والله. لاني واعد زلمه اخذت منه بضاعه، دفعت له رعبون وقلت له اليوم كمل لك الباقي. والله يا مسعود ما بعرف شو بدي اقول لك، بدك تأجله. ليش صار؟ لانه مفتاح الدرج يلي مخبايه اختك مصرياتك فيه اخذته معي على الدكانه ونسيته هنيك. ايوه طيب. خلص اذا بدكم قوموا لنكسر هالدرج ونخلص من هالقصة. لا صهر لا، شو تكسروا ما تكسروا، بعين الله راح ادبر حالي هلا انا بالاذن. عود اخي وين رايح؟ معلش اختي لازم اعتذر من الزلمة، ناطرني بالطريق لانه لازم تعتذر. الله معك. يلا بخاطري. الله معك، تقبرني، مع السلامة. في شيء ما عم بفهمه، يلي عم بصير ماله تمام. ان شاء الله بصير خير يا رب، ان شاء الله يا رب ان شاء الله. لك الله يصلحك يا سعدية، كذبتي على اخوكي اضطريت انا كمان اكذب عليه. بالله شو شو بتحب اعمل؟ قل له الحقيقة واصغر بعينه. لك انا كل فكري كان انه رجعهم قبل ما يطلبهم. يا سواد وشي منك، معلش مشيلي اياها. لا تقبرني، وشك ابيض الا ما نلاقي حل. ايه وشو الحل هلا؟ هلا انت المصاري اللي مضابهم قديش بيطلعوا؟ لك يا بنت الحلال ما بيطلعوا ربع المصاري اللي اخذته من اخوك. ولي على قامتي ولي. شوفي إذا أخذت لي ليرة من هالمصاري اللي مصمدهم جوزي واشتريت لي كم غراض. ومنه بتفشخر قدام سعدية كمان، بعدين هن بالأول وبالآخر لإلي. إيه أخذ ليرة ولا ليرتين؟ ليرة بتكفيني بس. لا لا ليرتين، خليني غيظها لسعدية. أهلين وسهلين بافتكار. أهلين فيك، تقبليني؟ لو سهلة. هاي جيتي من السوق، اشتهيت لك هدول الطايفات معي. الله يسلم ايديكي، بس ما كان في داعي تعذبي حالك وتتكلفي. اتكلف؟ لا تقبريني، هدول من يلي باخذ منهم لأهلي ولبيتي، مو محرزين يعني. ايوه ايه الله يرزقك والآيلة ان شاء الله. عن اذنك لشوف مين على الباب. أهلين تقبرني. اسمعي اختي، انا حطيت حيلتي وفتلتي اماني عندكم لانك اختي وبأمن عليك على روحي. ليش ساكتي اختي؟ عم بسمعك. لكن انا بقول عن جوزك على الدكان مشان اجيب المفتاح واجي اعطيك اياه لتعطيني المصاري، عندي شغل بدي كمله. بتعرفي شو عمل؟ بكل بساطه جوزك ما رضي يعطيني شيء ولا رضي يحكي معي، وقال لي مالي رايح اعطيك شيء، وقلعني من الدكان، قلعني قدام الشغيله. انا اتقلع لك اختي؟ انا اتقلع؟ لك يا اخي مرزوق بعزك كثير واكيد ماله قاصد يعمل معك هيك. هي الشغله بحاسبه عليها بعدين، بس هلا انا بدي مصرياتي وضروري اخذهم واعطيهم للزلمه اللي يكمل لي البضاعه. يا اختي فهميني بقى. خلص اخي ولا يهمك، بكره المصاري اكيد عندك. ليش اختي مو اليوم؟ لك اخي ما بدي اشوف جوزي ليشك عمل معك، بركي مضيع المفتاح.
لك شلون هيك لك اختي؟ معقول هيك؟ لك اخي انت شو بدك؟ مو بدك المصاري؟ لك اكيد بدي. ايه خلص بكره ان شاء الله بتلاقيهم هون. ماشي اختي، بس الله يرضى عليكي، بكره اكيد. ايه ايه اخي ان شاء الله اكيد. ان شاء الله ان شاء الله. السلام عليكم. الله معك.